اقول لك انني مش هاجي هنا تاني. ليه بقى يا امك؟ اصلي هشتغل على طنبيل في البلد. مش شغال على طنبيل في البلد؟ وحمار مين بقى اللي هيشغلك؟ انا هشتريه وهشغل نفسي على انت عارف الطنبيل اللي انت بتقول عليه ده ثمنه كام؟ ايوه يجي 4000 جنيه. وهتجيبهم منين بقى؟ لما انا كنت بعت حتة أرض بلدنا، الأرض دي بتاعتي أنا بعتها يعني، جبت الفلوس والطنبيل هيجي يعني. ده شحات. ده حبيبي. اوعى عيلة كده، أنا ما باكلش من الكلام ده. وقت كل يا عمك قاعد عيب كده. طالع فصيح زي أبوه. شوف يا شحات، فكرة الطنبيل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل، وال4000 آيف دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبع الحديد. ليه بس يا معلم؟ تحط 4000 آيف في حتة حديد؟ طب ما تشوف انا معلم اهو قد الدنيا، راكب ايه؟ كاريك. شوف بقى، العمر مش معزقة، الطريق ملوش امان، شوية تراب كده لا مؤاخذة وانت سايق يجوا على عينيك، لا قدر الله تلاقي نفسك دخلت في شجرة، دخلت في ترعة. يا ساتر يا ساتر، الشر بره بعيد. الله، مالك بتفاول في وشي كده يا معلم شحات؟ يا معلم شحات، انا بنورك وبس. وخد دي كمان، اخواننا بتوع النقل العام وبتوع النقل الخاص بيسوقوا وهم نايمين مونونين، يروحوا داخلين في طنبيلك ويطبقوك ويخلوك كفته وانت فيه. يخلوك ايه؟ هبقى كفته وانا فيه، ولو خرجت هبقى زلابي. وابنك الحلو ده يعيش يتيم وامه بقى تلف وتدوخ بيه، ويمكن لا مؤاخذه يعني. بس خلاص انا فاهم، لا مؤاخذه دي خلاص. خلاص ده مفيش داعي بقى للشغلانه دي، واشوف لي شغلانه تاني. لا تانيه ولا تالته، انا هريحك. انت اصلك ابن حلال وامك دعيالك. ايوه النبي دعيال، ده انت كلامك بقى حلو قوي يا معلم. ايه اللي حصل في الدنيا؟ قول كمان ونورنا. اعمل ايه بقى؟ بدل ما تضيع فلوسك في حاجه مش مضمونه، ارميهم هنا في الفرن وتبقى شريك يا معلم شحات. شوف شغلك يا صبري. يا خليل يا وزيري، شوف شغلك. ابقى شريكك. واشخط وانطر واضرب بالشلوك. واقول للواد علي ليه يا حمار. وابقى معلم زي كده واشرب الشيشه. طبعا انت بس تجيب الفلوس وكله هيبقى تمام. انت يا شحات. ايوان يا فوزي، اني هبقى معلم قد الدين، هبقى راسي براس المعلم ده غير الشهاوة كده. انا مش هبقى اشركه يا بيت، نص مكسب الفرن ليه ايوه، ونص المعلمة كمان. هو اللي قال لك كده؟ ايوه هو اللي قال لي كده. شحات، خلي بالك يا شحات، ده شجى ابوك وجدك يا بت. ما هو كل شيء هيبقى بالورق والقانون. ايه؟ وعند البيع المحامي مش بس كلام. انت في وشها فوجيها كده؟ هو انت كده بتنشفي دماغك ليه؟ حاضر. انت مش عارفه حاجه في اي حاجه، ايه ده؟ حاضر يا شحات، ربنا يستر. حط ايدك تحت المعصم كده شوف. الحاجة يا اخويا، مش لاقياهم. يا نهار اسود، فلوس يا فوزيه. يا لهوي. فلوس يا لهوي يا شحات. وهي كده يا فوزيه كده؟ مش لاقياهم. لاقياها يا فوزيه. ما هي يا اخي خضيت وقعت قلبي. الحمد لله. ايه ده؟ فلوس قدامك وخضيتيني كده؟ فوزية، ادعي لها فوزية ولم البصل. خد اشرب يا. مش عايز، انا عايز ابوي. اشرب يابا ما تبقاش رخم. السلام عليكم. اهلا يا عم شحات. الفلوس اهي يا معلم. ما تحب تخليهم معاك لغايه بكره لما توديهم للمحامي؟
لا عيب يا معلم، ده انت كلك فلوس. ودي معقولة هتبص لفلوس واحد زيي؟ ده انت اكبر من كده. خليهم عندك في الامان. تسلم يا معلم شحات. يا صابر خد حط دول في الخزنة عندك. والله خلاص خلاص بقيت معلم. عفلت المعلمة يابا. هات يا عاد خدني معاك، نفسي اشوفك وانت معلم يابا. اختك. ايوه يا شحات خده معاك، لولا الملامي كنت انا اللي اجي معاك بنفسي. ايوه عشان اقف كده، اقف في الفرن اتفرج عليك وانت واقف كده معلم قد الدنيا. ايوه واقف عمال تشخط وتأمر في كل الناس. ايوه في كل الناس. خليك انت يا فوزية، هرجع لك واما خلص الشغل على طول. يلا بينا يابا. استني هاد بكلم امك يا ولد. الله. خليك يا فوزية. خلاص يا يابا. خلاص يلا هاد. يلا يلا. خلي بالك من عوض يا شحات. خلي بالك علي يا اخوي. يلا. ترجعولي بالسلام يا رب. ان شاء الله. السلام. يابا ايوه عوض ركبني الطرناي يابا. امال ايه يا عوض، انت عايز المعلم الشحات يركب طرناي؟ لان النهارده مفيش غير تاكسي ومصروفك هيبقى 5 ابيض في اليوم. 5 ابيض يابا ما تهزرش. وامك هزود مصروفها 4 جنيه. ربع جنيه بحاله؟ لا تخلينا نتفسح، دي مصر حلوه قوي. ولا بركة؟ احنا مش اتفقنا؟ خلاص اتفقنا على ايه يا مغفل؟ معادك 8 تكون هنا 7:30، دي مش تكية. لا ده انا شيكك يا معلم ومعلم زيك بالظبط. الله انت نسيت ولا ايه؟ ده لي دور النهارده في المعلم. ده لي دور دافع له 4000 جنيه يا ناس. 4000 جنيه يا حرامي، انت حتتك 4000 مليم؟ انت هتخش تشتغل؟ أيوة ولا تغور من وشي في 60 دقيقة؟ انا مظلم صحيح. شردين انا اصلا. فلوس؟ فلوس هي؟ فلوس وشقايق وتعب ابويا وجدي، هتاكلهم كده هنا عينك؟ ها؟ خاف ربنا يا شيخ، دي فلوس ولايه، فلوس غلابه. صبر يا فندي، يا صبر يا فندي. صبر يا فندي، انا عارف انك راجل دوري. اتكلم اتكلم. ساكت ليه يا عم صابر؟ معناته وقت سكوتك ده؟ فلوسي راحت، فلوسي راحت علي، عمري ضاع. اتكلم يا صبر يا فندي. افتكر فانا معايا، انا جبت لك الفلوس وحطيتها هنا وانت اديتهم لخبرة تانية وقلت له حطوه في الخزنه. افتح الخزنه، افتح الخزنه وانت تقوم من المعروف. وادي يا زنقه. ايوه تعالى خد ابن المدوره ده ورميه بره. ايه مين يذبحني يقطعني؟ بس فلوسي ما تضيعش. اوعى اعمل معروف. انا اوعى موتني يا معلم. اعمل معروف فلوسي تعب ابويا وجدي وابوك فلوسي. ده انا تعبت شهر عمري كله. ابوس ايدك يا معلم. اعمل معروف يا معلم. حقك عليا هات فلوسي. انت بتدوم لي صبر فين؟ تعالى خلاص اعمل معروف يا معلم. يا لا يا خيبتك يا شحات، يا خيبتك يا شحات. يا ناس يا هو يا اهل البندر، فلوسي فلوسي يا ناس، فلوسي اهو يا اهل البندر. انتوا ساكتين ليه؟ انت اجر السحابة خد فلوسي. فلوسي راح. يا ناس يا هو يا اهل البندر، فلوسي وتعبي وتعب ابويا وحبي علي. انت ساكتين ليه؟ انت ساكت ليه؟ ساكتين ليه؟ ما تتكلموا. فلوسي راحت يا ناس، فلوسي راحت. انا مش عارف يا ناس. يا ده انت كنت بدل تعب، تعبك راح يا
فلوسي يا أمي. يا أمي 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 يا أ